Good morning, ladies and gentlemen. We are you are now looking to the business program in the reality channel. We hope you enjoy watching as this exactly خذا كاش with me ترك محمد سالم بن حزام and break Ashley. We welcome everybody. الله حيهم. خير خير خير. عسام عشر. عسام عشر صحيح. ما أدري رجل. اللي ما تدري. شو دراني أشوف الشباب كلهم. برنامج ترى واقعي برنامج من نفس كلامنا ومن نفس أمورنا. ولا تبي تتبع المقدمين يا اخي ايش دراني يمكن سأل يمكن انت يا ابي اكمل الرصه يا ابو حزام انا ما ادري بعرف الحين محمد عيسى هو اللي عنده نقاط اللي يتكلم لغات ولا لان اشوف الشباب ريان اليوم ماخذ الشباب ويعطيهم لغه انجليزيه وداعس مع الشباب ومثلها الرجال امس الغريب مو بهنا الغريب انا والله استغربت من ابو ريان انطلق كذا واشكر بعد اليوم خلى الرجال فرمل ولا كان بيهجبنا رجال مايكك ترى مسكر ميوت مايكك ميوت متسابق انت كنت اول دائما ترى كل اللي يقفلون المايكات حقين الطعام الان مربوط يا ابو يعدل الحين تمام تمام انا والله استغربت من بدايته ابو ريال لكن هو كانه يوحي لنا بالبلاوي اللي سواها المقدمين باعتمادهم على اللغه الانجليزيه اكثر من مره وكلها خطا فعلا سؤال هل محمد عيسى قايل لهم من هذه يعني فيها برستيج ترى عموما اللغه الانجليزيه اصبحت موضه قديمه جدا حتى اللي يدعي الثقافه الان يتجنب اللغه الانجليزيه يشوف لغه ثانيه ترى هذه من العصور الوسطى اللغه الانجليزيه استعمالها الان ليس الدليل ثقافه وليس الدليل فهم وليس الدليل تحضر انك تستخدم اللغه الانجليزيه سيما ان اصلا توظيفها في المكان الخطا طب على متسابقين شو متسابقين مذيعينا قربوها اليوم معهم ويقول اليوم يقول اليوم يقول عد من واحد إلى خمسة إذا قدرت تعد بعطيك 50 نقطة يوم درى أن الرجال بيعرف ويدور به ذل يكمل إيه ذل ما عطى شيء يعني كايد لأن أصلا ريان لا يجيد عسى يجيد العربية فيجيد الإنجليزية لكن المطبخ اليوم إذا بدينا من المطبخ اليوم فقرة المطبخ الأربعة اللي فيها كانوا أقوياء المتسابقين صحيح ريان جاء في نفس الوقت المشكلة اللي أنا لاحظتها في المطبخ مع شكري لعبد الرحمن الكليب وإدارته والمشرف العام أكيد أبو إبراهيم على أنهم وظفوا المطبخ من البداية كنظام البزنس استثمار تشتري طابخة وتتحرك لها آلية يا ليت بكرة نتكلم عنها لأنها طويلة لكن المفارقة في الصوت مهندس الصوت أذبحني مثلا ريان ماخذ المسفري في جهة يبغى يسولف معه ذولك يسولفون ومطول عليهم مدخل.